أنظار العالم كله بتتجه لسويسرا، لكن هل محمد صلاح، هل الفرعون المصري هيحسب اللقب وهياخد لقب ذا بيست ولا لا؟ خلونا نقرب أكتر من المشهد ونعرف تفاصيل أكتر عن ذا بيست من خلال الناقد أمير عبد الحليم، الناقد الرياضي. صباح الخير يا أمير. صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا أمير. أمير، يعني صباح حضور الخير يا صلاح أحمد. ده هل مؤشر على عدم حسم اللقب ولا أجواء البطولة الإفريقية ما يعني مش هتستحمل، يعني مش هتسمح لي بالمشاركة بشكل أكبر في الحصول على اللقب ده؟ لا بص، خلينا متفقين إن ما كانش بأي حال من الأحوال ينفع محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر. نعم، الموضوع ملوش علاقة تماما بحظوظه في المنافسة على الجائزة، لكن رغم عدم تطبيق بابل أو فقاعة طبية في الكاميرون، لكن خروج محمد صلاح كان هيسبب له الغياب عن مباراة السودان الهامة جدا المقبلة، لأن قواعد البطولة بتشترط إن كل لاعب يعمل مسحة بي سي آر قبل كل مباراة ب 48 ساعة. فالنهارده يوم الاثنين، فبالشكل ده ما كانش محمد صلاح هيلحق مباراه السودان. وكمان برضو محمد صلاح هو كابتن المنتخب، هو قائد الفريق، فخروجه يعني مش هيبقى افضل شكل للفريق، مش هيبقى افضل رساله تتقدم للجمهور وللاعبين، خصوصا بعد النتيجه السلبيه اللي حققناها في مباراه نيجيريا الاولى. يمكن لو كنا حققنا الفوز في مباراه نيجيريا الاولى كان وقتها ممكن محمد صلاح يسافر، وكان يبقى غيابه عن مباراة السودان معقول، لأن أكيد وقتها كان ممكن تريح بعض اللاعبين في مباراة السودان طالما حسمنا التأهل وصدارة المجموعة. صحيح. طب أمير، إحنا بنتكلم عن جايزة اسمها ذا بيست أو الأفضل، يعني بنتكلم عن منافسة ما بين محمد صلاح، ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي. فالنهارده احنا بيتم حسم الأصوات على أي أساس، أو الكاونتنج بتاع الأصوات بيتم إزاي؟ الحقيقة إن حسم الأصوات هيكون بأربع أشكال. شكل كان بتصويت الجمهور، وده خلاص مرحلة وانتهت، وفي بعض الأعضاء اللجنة الفنية اللي اختارتهم الفيفا، وفي الجزء الثالث لقادة المنتخبات، والجزء الرابع الأخير لمدربي المنتخبات. فالمفترض إن خلاص تصويت الجمهور هي المرحلة اللي انتهت، واللي اسفرت في النهايه عن وصول محمد صلاح وميسي وليفاندوفسكي للشورت ليست، للقائمه النهائيه. طب بس هل ميسي النهارده قادرين نقول عليه انه لسه الافضل، بينافس مع الافضل؟ والله يا فندم، يعني حاليا في الموسم الحالي لا، ميسي طبعا بعيد، لان بالزبط. مش لان ميسي يعني برضه يعني ميسي ده اصله موهبه فذه وحاجه واسطوره وكل الحاجات دي كلها، لكن احنا بنتكلم على ارض الواقع النهارده. يعني هل هو النهارده في الموسم ده قادرين نقول عليه ان هو ذا بيست؟ هي دي بقى المشكله، ان هو في الموسم ده حتى ميسي غاب اغلب الموسم بسبب الاصابه، لكن الجائزه مش عن الموسم ده، وهي دي الحاجه اللي لازم الناس تلتفت عليها. ان الجائزه بدايه من شهر 8 من العام الماضي لحتى العام الجاي، وهي دي الفتره اللي شهدت تتويج ميسي بكاس اسبانيا مع برشلونة، آخر بطولة حصل عليها برشلونة، وتتويج ميسي بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، وطبعا شهدت تتويجات كثيرة لروبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ. محمد صلاح الحقيقة أنا بشوف إن الأداء اللي قدمه في بداية الموسم ده ساهم بشكل كبير جدا في إن هو يبقى في ذاكرة الجمهور وفي ذاكرة المدربين وكباتن المنتخبات، وهم بيختاروا وهم بيحطوا اختياراتهم. وما شاء الله عليه بصراحة، هو هايل يعني. بالظبط. لكن محمد صلاح حاليا في الوقت الحالي اللي احنا فيه، هو طبعا افضل لاعب في العالم بدون ادنى شك. يعني لو الجايزه عن الوقت الحالي كنا كلنا قعدنا دلوقتي كده ومستنيين ان احنا نشوف محمد صلاح بالليل وهو بيبقى افضل لاعب في العالم. طيب، احنا زي ما حضرتك قلت ان التصويت الخاص بالجمهور انتهى، وباقي دلوقتي التصويت الخاص بكباتن الفرق والمدربين. محمد صلاح ليه صوت، هل محمد صلاح هيقدر ان هو يحط الصوت الخاص بيه، ولا يعني ده هيكون صعب ان هو يصوت لنفسه دلوقتي؟ لا لا، للاسف محمد صلاح ما يقدرش ان هو يصوت لنفسه، وفعلا بعض التسريبات قالت ان هو صوت لصالح جورجينيو لاعب تشيلسي الفائز بدوري ابطال اوروبا وبيورو مع ايطاليا، ان هو اختاره كافضل لاعب في العالم، وده منطقي. احنا دايما بنشوف ان ميسي وكريستيانو في وقت المنافسه ما بينهم، بما ان ده كان قائد البرتغال وقائد الارجنتين، كانوا دايما بيختاروا
يعني ما بيختاروش ولا كريستيانو ولا بيختاروا ميسي، دايما بيحاولوا ان هم يكتفوا الاصوات بان هم يختاروا ناس بعيده شويه عن ترشيحات الناس. نعم، طيب انت شايف مين الاقرب للفوز بالجائزه؟ ليفاندوفسكي. يعني لما هنيجي نبص على الفتره دي، الفتره اللي محددها الفيفا للجائزه، ليفاندوفسكي الحقيقه سجل عدد كبير جدا من الاهداف مع بايرن ميونخ، وكمان فاز ببطولات كثيره جدا مع بايرن ميونخ، والبطولات بتبقى حاسمه بشكل كبير، وده يمكن سبب ان ليفاندوفسكي كان بينافس ميسي على جائزه بالون دور من شهرين فاتوا، والناس كلها كانت مستغربه ازاي ليفاندوفسكي ما خدهاش وميسي هو اللي خدها، لان الحقيقه ليفاندوفسكي عمل موسم هايل جدا. فاعتقد النهارده يعني هتبقى فرص ليفاندوفسكي كبيره، خصوصا ان هو حامل اللقب من العام الماضي. طيب خلينا نسيب بقى ذا بيست ونروح لبطوله الامم الافريقيه يا امير. يعني النهارده احنا بنتكلم عن بطوله غريبه شويه، يعني اللي بيحصل فيها احنا كلنا مستغربين، وشفت امبارح ازاي هزيمه الجزائر من غينيا، وشايف ازاي اللي هيحصل في الفتره الجايه، يعني ختام الجوله الثانيه هتبقى عامله ازاي في وجهه نظرك؟ الحقيقه ان البطوله طبيعي ان هي تشهد الكثير من المفاجات، لان البطوله نفسها بحس ان في منتخبات كثيره ما كانتش جاهزه، وفي منتخبات كتيرة طبعا بتضربها اصابات كورونا، فالمنتخب اللي هيقدر يحافظ على لعبته من الـ من الـ من الاختلاطات ومن الاصابات بكورونا هيقدر يحافظ على قوام الفريق. لان تعالي كده نتخيل ان منتخب الجزائر او منتخب مصر او منتخب السنغال او المغرب، هي المنتخبات الكبيره المرشحه، لو لا قدر الله وربنا يبعد عن الجميع الاصابات، لو داخلين مباراه هامه وخسروا نجم الفريق بسبب الاصابه بكورونا، طبعا ده بيؤثر على فرصهم في الفوز بالمباراه، وبالتالي يؤثر على فرصهم بالتتويج بالبطوله. لكن كمان الحقيقه ارضيه الملاعب برضو مش افضل حاجه. امبارح على سبيل المثال شفنا هدف تعادل سيراليون مع كوت ديفوار في الثواني الاخيره بسبب سوء ارضيه الملعب وعدم تمكن الحارس من الامساك بالكره. كمان اجواء البطوله نفسها مختلفه عن البطوله السابقه في مصر، لان احنا في مصر لعبنا في الصيف، اجواء البطوله والرطوبه والحراره طبعا لسه اللعيبه اللي محترفين في الدوريات الاوروبيه لسه ما تعودوش، لسه ما دخلوش الاجواء، وعلشان كده البطوله من النسخه الجايه هترجع تاني للصيف في فتره الاجازات وفي فتره الراحه، علشان المنتخبات تبقى قادره ان هي تضم لاعبيها من بدري ويدخلوا معسكرات اعداد، فبيبقوا جاهزين للبطوله بشكل افضل من اللي احنا شفناه في النسخه الجاريه. طيب امير، يعني كناقد رياضي شفت ازاي بقى اداء المنتخبات العربيه، خساره الجزائر، بنتكلم على اداء المغرب، اداء مصر، شايف ازاي اداء المنتخبات العربيه ككل في البطوله دي؟ الحقيقه اداء المنتخبات العربيه كلها محبط لحد دلوقتي، يعني مش منتخب مصر لانه خسر من نيجيريا، ولا منتخب الجزائر علشان خسر من غينيا الاسيويه، ولا حتى المغرب بما انها فازت في اول مباراتين، لان حتى الجمهور المغربي نفسه غير راضي عن اداء المنتخب، لان في النهايه كانت مباراه غانا يمكن الاولى صعبه شويه، لكنها كانت مباراه يعني على مستوى الاداء فقيره من المنتخبين، ومباراه جزر القمر الثانيه الحقيقه يعني ان منتخب المغرب كان المفترض داخل مرشح لفوز كبير جدا، لكن الماتش اتصعب عليه لما ما كانوش لاعبين قادرين ان هم يحسموه بدري. فالحقيقه ان لسه لحد دلوقتي المنتخبات الكبيره، حتى منتخب السنغال مع المنتخبات العربيه يعني ما ظهرتش بشكل جيد قوي، يعني يمكن حتى المفاجئ منتخب نيجيريا هو اللي ظاهر يمكن متماسك شويه، لان منتخب نيجيريا لسه ماشي مدربه قبل البطوله، فكانت الترشيحات داخله ان هو مش هيعمل حاجه او مش هيوصل لبعيد، لكن منتخب نيجيريا بالعكس ظهر بشكل جيد ضد مصر وضد السودان. اتوقع ان شاء الله ان الفوز على غينيا بيساو هيدي منتخب مصر دفعه وثقه في الماتشات الجايه. كمان فكره ان انت برضو انت في الاول كنت بتتكلم عن ان انت هتلاعب الجزائر او كوت ديفوار في دور ال 16، دي كان يمكن تصدر احباط للاعبين وللجمهور، لكن دلوقتي انت ممكن تلاعب غينيا الاستوائيه، ممكن تلاعب سيراليون، هيبقى الماتش اسهل شويه، ده اعتقد برضو هيؤثر هيؤثر نفسيا ان اللعيبه ممكن تجمع بعض وتتعهد ان هي بقى تحاول تستغل الفرصه اللي ممكن تكون جات لها، او الامل ان ممكن يكون جالها ان هي تكمل في البطوله بعيد. نتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر حاله الانسجام توصل له، وان فعلا نشوف اداء افضل بكتير ضد السودان، لان انا شايف ان ماتش السودان ده ممكن يبقى بدايه لينا في البطوله، لان مباراه غينيا بيساو هي كانت مباراه تصحيح اوضاع اكثر ما هي كانت مباراه اداء جيد. نعم، وبنتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا المنتخب الوطني المصري في مباراته امام السودان. ناقد الرياضي امير عبد الحليم، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.